عليكم ورحمة الله. هلا والله وسهلا وغلا، الله يمسيكم بالخير. واحدة من الحكم اللي منتشرة بين الناس وأنا أعتبر من جمالياتها الحياة ومن يعني مولودة هالحكمة من رحم هالتجارب عند الناس، يقولون اليد اللي ما طولة صافحة، اليد اللي ما طولة صافحة. وشلون؟ أنت أحيانا في واحد مثلا مرتبط به ما تقدر تغيب عنه ولا تستغني أبد، واحد من أقاربك، واحد من جيرانك، واحد من الناس اللي حواليك، واحد معك بدوام، واحد بينك وبينه شراكة. أنت احيانا قد يعني بينك وبينه موقف، قد يكون الطبع يملي عليك موقف معين وطريقه معينه، وقد يكون العقل يملي عليك موقف معين وطريقه معينه. صراحه شلون قد يكون الانسان احيانا من طبعه شوي انه صدامي، او انه اللي يسمونه الناس ما يعرف مثلا يجامل او الى اخره. لكن الموقف هذا اذا جيت ان طبقت عليه طبعك انت الخسران بالرهان بطريقه او باخر، اليوم او بكره او بعده. واذا طبقت في لغه العقل انت الكسبان، حتى وان كنت في الظاهر او فيما ترى انت الخسران. لكن الإنسان أحياناً قد ما يحصل بعض الخير إلا باتقاء بعض الشر، ما يحصل بعض الخير. مثل ما تقول من جماليات العرب حكمة تقول بعض الشر أهوى من بعض، بعض الشر أهوى من بعض. أحياناً أنت قد يكون مثلاً في مدير عليك بالدوام مثلاً، أو أنت تراجع في دائرة حكومية وتعرف أن الشخص المقابل لك طبيعته انفعالية وصدامية، وأن طبيعتك انفعالية وصدامية. ترى من الغلط أنك تطبق طبعك في هالموقف هذا، مو بعشان معناه أنك تدنق راسك وتصير خاتم أصبع، لا لا لا، معناه أنك إنسان تختار الأصلح والأنفع والأحسن. ومثل ما قلت لك بعض الخير ما يجاب إلا باتقاء بعض الشر، وبعض الحكمة ما تجاب إلا باتقاء بعض الحمق والاندفاع. عقال بن شبة كان راكبا وراء والده، مروا من عند جرير. جرير هجى والد عقال هجاء طيحه من السماء على رأسه إلى الأرض. طبعا انت ورا ابوك واللي قدامكم ذا هاجي ابوك، من الطبيعي جدا انك تشوف ابوك غالي وكل دمه مجسم بوجهه وبركان في صورة انسان، كذا اللي جاي في بالك. لما مر والده لاطفه وسلم عليه، كان والد عقال هادي الطبع ساكن النفس وجميل الكلام وفي غاية اللطف. عقال يشوف الموقف اللي قدامك ذا، يوا هذا اذاك بالكلام، اذا لو طيح عليك جبال دنيا اهون عليك من اللي قاله. فقال يقول عقال لوالده، بعد ما قال يعني تستعمل معه هالطريقة وهالملاطفة وهو قايل فيك اللي قايل، ويلتفت عليه ويقول له حكمة وددت أنه نقشت في قلب كل واحد. قال يا بني أفأوسع جرحي ما يسدنا لجايا، هذا الرجال ما يمكن أتقي وأسلم منه إلا بالطريقة ذي، لا توسعون جراحاتكم. السلام عليكم ورحمة الله.